خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد. ناخد طريق الجيش وهنلاحظ هناك إن في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، وشوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر، وهناك برضو في بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد ده طريق أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة، ده في اتجاه مناطق وسط البلد، وفي كثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر وفي محور النصر. أما نفق الأزهر فبيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. هنروح لحلوان ونبدأ جولتنا هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش ووصل لحد طريق القاهرة الوسطى. ولو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي كمان الكثافات دي بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وفي سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي برضو في كثافات مرورية نسبية. في أيضا كثافات أخرى ظهرت على كوبري الجامعة. لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر فيه كثافات مرورية نتيجة التحويلات، والقادم من أكتوبر اتجاه الطريق الدائري مازال مغلق، والاتجاه إجباري إلى محور 26 يوليو من خلال نفق حازم حسن. نروح الإسماعيلية وهنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه إلى بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هناك برضو هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. نروح سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطرق المؤدية للجامعة، وفي أيضا كثافة نسبية وفي كثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا المرية هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. وطقس النهاردة في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد. الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفي نشاط رياح ببعض المناطق بتكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين. كمان في فرص أمطار ضعيفة هتكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.